يقول هناك عرض يكون من تأمينات أن الإنسان ممكن إذا أراد يأخذ قرضا منهم مبلغا من المال بغض النظر كم المبلغ ويأخذون عليه فائدة قليلة، طالما أنهم يأخذون فائدة فهذا ربا لا يجوز، هذه الفائدة التي تأخذها التأمينات ربا، وهذه العملية ربوية لا تجوز، حرام، وهو أن يأخذ قرضا مقابل زيادة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والله أعلم.